أعزائي تلاميذ السنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم في مادة الرياضيات هو تقدير وقياس الكتل بالجرام والكيلوغرام، وله هدف أساسي هو تعرف وحدتي قياس الكتل الجرام والكيلوغرام وتوظيفهما. فلنبدأ بوضعية الانطلاق. رافقت أمك إلى السوق لشراء بعض الخضر والفواكه، فلاحظت أن البائع يستعمل الميزان كما يلي. لاحظوا هنا جيدا، كما رأينا سابقا هنا لدينا كفتان، هذه كفة الميزان، وهنا أيضا إبرة. البائع وضع اليقطينة على كفة، وعلى الكفة الثانية وضع هذه تسمى كتلة مرقمة. لاحظوا هنا مكتوب عليها 1 كجي، أي 1 كيلوغرام. أي 1 كيلوغرام. إذن كتلة اليقطينة هي 1 كيلوغرام. الكيلوغرام هو وحدة أساسية لقياس الكتل. هنا على هذا الميزان نلاحظ على هذه الكفة وضع برتقال، أما هنا فنلاحظ كتلة مرقمة مكتوب عليها 500 جي، وتعني 500 جرام. وهكذا يكون لدينا كتلة البرتقال هي 500 جرام، والجرام هو وحدة أيضا لقياس الكتل. ألاحظ ما يلي. هنا قد وضعنا على هذه الكفة كتلة مرقمة 1 كيلوغرام، سنحاول موازنتها مع الكتل المرقمة الأخرى. نلاحظ أن كتلة 1 كيلوغرام تعادل كتلتين مرقمتين من ب500 جرام. وهكذا يكون لدينا 1 كيلوغرام يساوي 500 جرام زائد 500 جرام. نمر الآن إلى المثال. أحسب كتلة الكرة. لاحظوا جيدا الميزان. على هذه الكفة وضعت كرة، وهنا لدينا الكتل المرقمة. كتلة الكرة هي 500 جرام زائد 50 جرام زائد 20 جرام، ونكتب ما يلي. زائد 50 جرام زائد 20 جرام يساوي 500 زائد 50 يساوي 550 زائد 20 يساوي 570، والوحدة هي الجرام. نمر الآن إلى التمارين. ألاحظ ثم أحيط بخط الجملة الصحيحة. لاحظوا جيدا الميزان. أي الجملتين صحيحة؟ كتلة الفراولة أقل من كيلوغرام. كتلة الفراولة
أكثر من كيلو جرام. فكروا جيدا، هل وجدتم الجواب؟ هنا كتلة الفراولة هي 500 جرام. إذن الجملة الصحيحة هي هذه: كتلة الفراولة أقل من كيلو جرام. نمر إلى التمرين الثاني. أحسب كتلة العلبة. لاحظوا جيدا الميزان. يمكنكم إيقاف تشغيل الفيديو وحساب كتلة العلبة. نصحح. كتلة العلبة هي 500 جرام زائد 100 جرام زائد 50 جراما يساوي 500 زائد 100 يساوي 600 زائد 50 يساوي 650، والوحدة هي الجرام. 500 زائد 100 جرام زائد 50 جرام يساوي 650 جراما. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم، وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.